والنتائج الأخيرة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد خالد بن كلبان، وهو العضو المنتدب وكبير التنفيذيين في دبي للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة في الاتحاد العقاري. أهلا بك وشكرا لهذه المشاركة معنا اليوم. أهلا بك معنا سيد خالد، ودعنا نبدأ بهذا النمو القوي بالنسبة لدبي للاستثمارات. حققتم أرباح ونمو قوية بعام 2013 فقط 200%. حدثنا عن نتائج الشركة، ما هي المصادر التي أدت إلى ارتفاع الأرباح وهذا النمو القوي؟ إن شاء الله. طبعا الأرباح، أولا مجموع الدخل للشركة ازداد تقريبا مقارنة بين 2012 و 2013 ب 22%. الأرباح نمت بنسبة 156%. العائد على حقوق المساهمين نما من 4% في 2012 إلى 9% في 2013. العائد على السهم نما من 9 فلوس إلى تقريبا 23 فلس. فحقيقة هاي مؤشرات إداء جدا جميلة. غالبية الأرباح إجت تقريبا من العقار ومن الاستثمارات اللي تقوم فيها الشركه، وخاصه الاستثمارات في اسواق المال. مثل ما تعرف الشركه لها حقيقه ثلاث انشطه رئيسيه، عشان بس ما نضيع المشاهد، تتلخص في العقار. من مجموع اصول تقريبا 13 مليار، العقار يكون 65% من الاصول، 20% استثمارات ماليه، سندات، أوراق مالية، أسهم، صناديق استثمار، صكوك وما إلى ذلك، و 25% تقريبا عفوا في مجال التصنيع. فهذه يعني الأنشطة الرئيسية للشركة. طبعا هناك عدة أنشطة أخرى، الشركة تتملك بعض الأصول أو الأسهم في عدة شركات، يعني استثمارات الشركة في دول مجلس التعاون وأوروبا وأمريكا موجودة كاستثمارات سائلة، اللي هي عبارة عن صناديق استثمار وما إلى ذلك. فالنمو الكبير جاء حقيقة في مجال العقارات. بالفعل يعني سيد خالد، حتى لو نظرنا إلى القوائم المالية للاحظنا أن الأرباح من تقييم عقارات استثمارية ارتفعت من 2012 كانت عند حوالي 143 مليون، وصلت إلى 419 مليون في 2013، هذا إعادة تقييم العقار. فهل يمكننا الاعتبار بأن هذه هي أرباح استثنائية، أم أنكم تعولون أيضا إلى ارتفاعات أكبر أو بنفس تقريبا المستويات التي شهدناها خلال عام 2013؟ لا أعتقد أن هذه حتستمر لعشر سنوات قادمة، لأن هذه أصلاً جميع العقارات التي تقيم بالقيمة العادلة هي في مجمع دبي للاستثمار. فلما نطور منطقة في مجمع دبي للاستثمار، هذه منطقة طبعاً ما فيها خدمات، ما فيها شيء، لما نضع الخدمات فيها والبنية التحتية وتؤجر ونبدأ في عمليات التأجير، نبدأ نقيم هذه الأصول. فالتقييمات حتستمر لأن في أراضي بعدها قيد التطوير في مجمع دبي للاستثمار. يعني التوقع بأنه إعادة تقييم هذه العقارات باتجاه الصعود. أنا أكثر من مرة سمعت لحضرتك حديث بأنه اتجاهكم في قطاع العقار اللي كنت قد ذكرت بأنه هو ربما القطاع الأبرز في نشاطات الشركة، التوجه نحو المشاريع المبتكرة ووجود أسواق غير مستغلة تريدون الدخول إلى. حدد لنا أكثر، شو هي المشاريع القادمة المبتكرة لدبي للاستثمار؟ شوفي، أتكلم عن دولة الإمارات وبعدين نتكلم عن الخارج. دولة الإمارات للشركة طبعا تواجد وأراضي وأصول في كل إمارات الدولة، من أبو ظبي مرورا بدبي والشارجة إلى الفجيرة. فهذه عندنا تقريبا ما يسمى باللاند باك والأراضي قابل للتطوير تتراوح ما بين 25 مليون قدم مربع. هذه سيتم إن شاء الله الإعلان عن بعض المشاريع. في مشروع كبير جاي إن شاء الله في خلال أفتكر الشهرين أو الثلاثة. ما هو هذا المشروع؟ هذا مشروع في منطقة مردف، ما بين قرية مردف وبين حديقة مشرف. فبيسمى إن شاء الله مردف أو مشرف هيلز. فهذا يتكون عن تقريبا في حدود 1400 وحدة سكنية، ما فيها سوق تجاري مع فندق وما إلى ذلك. فهذا المشروع إن شاء الله احنا تقريبا انتهينا من التصاميم، انتهينا من الجدول الاقتصادي، انتهينا من اعداد التمويل اللازم. كم القيمة ومن اين التمويل؟ القيمة كقيمة ما فيها الأرض تقريبا مليارين و500 مليون.
عقد البناء بيكون في حدود المليار و100 مليون. التمويل هو مطلوب منها تقريبا 20% من 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 قيمه المشروع او قيمه المقاوله، وهذا متوفر لاصول الشركه. تعرف بعد الشركه مم. بعد الشركه ما طلعت هذا صار عندها فوائد ماليه عاليه. يعني اللي بتلاحظ في سنه 2013 الشركه كانت كان عندها تقريبا 450 مليون نقد، صار في 2013 480 مليون. ناهيك عن انخفضت ديون الشركة بتقريبا 250 مليون، وقامت الشركة بدفع 250 مليون أرباح نقدية على المساهمين. فبالرغم من الدفعات 500 مليون، الشركة استطاعت أن تحتفظ بأموال سائلة وبزيادة تقريبا تفوق 15%. إذن 20% من التمويل سوف يكون من السيولة النقدية الموجودة في الشركة. نعم. متى سيتم طرح المشروع ولمن؟ أتوقع هو مشروع للكل، هو ما يسمى بالفري هولد، فالكل مسموح. هذا تقريبا المنطقة الوحيدة أو الأرض الوحيدة اللي في منطقة مردف اللي هي مسموح لها بالفري هولد. فهذه يعني حقيقة إن شاء الله بيكون مشروع متميز، تصاميم جميلة جدا، يمكن تكون في العملية التصاميم مبتكرة، لأن الشركة اللي صممتها ليس لها وجود في منطقة الشرق الأوسط ككل. هذه شركة إنجليزية تشتغل في بريطانيا وفي شرق آسيا وخاصة سنغافورة وكوريا، تسمى جي دي أركيتكت. نعم. إذن عندكم تعاون مع هذه الشركة. نعم. طيب. سيد خالد، نعم. خلينا نحكي شوي عن الأرباح. أنتم من ضمن الأرباح اللي حققتوها كانت تقريبا 108 مليون درهم، كانت من تخرج شركة المشاريع من عدة شركات في عام 2013 والسنوات الماضية. هل استراتيجية التخارج ستبقى مستمرة بالنسبة للشركة ب 2014؟ وفيما سيتم استخدام ال 108 مليون من هذه التخارجات بالنسبة للشركة؟ نحن تخرج من أربع شركات في 2012 و2013 وشرينا بعض الشركات وعدنا شراء بعض الشركات. نعم. فهذه المبالغ محتفظة فيها شركة المشاريع لأنها ستقوم باستثمارات قريبا في تقيم في هناك ثلاثة وأربع فرص استثمارية تقوم الشركة بتقييمها، ونتوقع أن إن شاء الله الدخول فيها ستكون أيضا في القطاع العقاري ولا بمختلف المجالات؟ يمكن تكون في قطاع التصنيع. بقطاع التصنيع. نعم، بقطاع التصنيع. وفي عندنا تخارج حقيقة من شركة أخرى تملكها شركة دبي للاستثمار الصناعي. نعم. بنتخارج منها مفروض يعني نوقع الاتفاقيات في نهاية هذا الشهر. نعم. ونتمنى أن تدخل الأرباح هذه الشركة التي تتقدر بحوالي 500 مليون درهم إماراتي في الربع الأول. إذا ما كان في الربع الأول إن شاء الله بتكون في الربع الثاني. طيب، تحدثت عن القطاع الصناعي بما أنه شركة مشاريع قد تدخل فيها. القطاع الصناعي عم بيشكل 25% اليوم من دخل الشركة سيد خالد. هل هناك نية للتوسع أو زيادة حتى نسبة القطاع الصناعي مع الدخول بهذه المشاريع؟ نعم، عفوا بس عذريني على موضوع حجم الدخل من القطاع الصناعي اعلى بكثير عن العقاري. نعم. اعلى بكثير عن العقاري، يمكن. نعم. يمكن اكثر من 50 الى 60% يجي الدخل يجي من الشركات الصناعيه. نعم. فالشركات الصناعيه مثل هذه شركه مشاريع هي تستحوذ على شركات. شركات قائمه، شركات مربحه، شركات صار لها تاريخ يعني مالي ولها حضور في السوق ولها نسبه سوق معينه. فهذه الشركات تلقائيا بتكون يعني بتدخل عائد. انا اقصد انه القطاع العقاري مسيطر اكثر يمكن سيد خالد. هي طبيعه الشركه، الشركه تقريبا اربع شركات في القطاع العقاري. نعم. اللي هي مجمع دبي للاستثمار، وهي عباره عن يعني منطقه موجوده في دبي، قريبه من مطار المكتوم، قريبه من موقع اكسبو. فهذه الشركه. عندنا شركه ثانيه تسمى العقارية الاستثمارية، وهي تملك تقريبا ما يسمى بالجرين كوميونيتيز. نعم. وهي مملوكة لدبي، 50% لدبي للاستثمار و 50% للاتحاد العقاري كجوين فينشر. عندنا شركة تسمى شركة دبي للاستثمار العقاري، وهذه هي المطور الرئيسي لمشاريع دبي للاستثمار سواء كانت في المجمع أو خارج المجمع. فهذه الشركة الثالثة. وعندنا شركة تسمى شركة الطيف عفوا. هذه شراكة ما بين حكومة الفجيرة تملك 40% ودبي للاستثمار تملك
تملك 60%، فبالتالي هذه الاربع شركات هي الشركات العقاريه. فشوف التركيز يعني اكبر اكثر على العقار. على العقار، ومثل ما قلت عنده ما يسمى باللاند بانك، هذا طبعا يعني قابل للتطوير في الفتره الجايه، لان سوق العقار ان فيه فرص استثماريه واعده، ناهيك عن اسواق المال النشطه. فاعتقد ان اتوقع ان وبالتخارج ان شاء الله بيتم قريبا، اعتقد ان يعني في بيصير تحسن كبير جدا في دخل الشركه وفي نفس الوقت في ارباح الشركه. نعم. طيب سيد خالد، طبعا سنستكمل هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. للإعلان على شاشة CNBC عربية يرجى الاتصال على الأرقام التالية. هذا البرنامج برعاية أرباح المالية ثراء يتنامى. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وبالعوده الى السيد خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير التنفيذيين في دبي للاستثمار رئيس مجلس الاداره في الاتحاد العقاريه. سيد خالد، يعني تحدثنا عن الارباح بشكل واضح، ولكن لو نظرنا الى المصروفات وخصوصا مصروفات التمويل لاحظنا تراجعات واضحه وكبيره في القوائم الماليه، كانت يعني عند حوالي 200 مليون خلال عام 2013، مصروفات التمويل تراجعت الى حوالي النصف تقريبا. بالاضافه الى ذلك استطاعت الشركه خلال عام 2013 أن تخفض قيمة القروض المترتبة عليها. بداية، كيف نجحتم في تخفيض هذه القيمة للقروض، وكيف ستتصرفون بال 300 مليون دولار طبعا بالإصدار الأخير للصكوك الذي شاهدناه خلال الأسبوع الماضي؟ شوف، نسبة الديون إلى رأس المال ما زالت وكانت في دبي الاستثمار قليلة جدا، ما تعدى 25%، وهذه نسبة حقيقة يعني جدا طيبة، وهذا كان تاريخ دبي للاستثمار. وصلنا إلى مرحلة الأزمة وما أزمة وما أدري إيش، وامتناع البنوك عن تمويل الشركات التابعة للمجموعة بظروفها الخاصة، مش بظروف الشركات، بظروف الخاصة، ولكن استطاعت الشركة بشركاتها تجاوز هذه الأزمة. ناهيك عن في عز الأزمة يمكن تقريبا من الشركات الوحيدة اللي هي ظلت تدفع أرباح لمساهمينها. فوضع الشركة المالي قوي جدا، استطاعت تخفيض التمويل بتقريبا 260 مليون عن ما كان عليه في 2012، وهذا يجري تخفيضه إلى هذا. نخفض الديون ونزيد نسب السيولة في الشركة بدخول مبالغ لصكوك. صكوك حقيقة أنها كانت يعني صكوك ناجحة جدا، طلبنا 300 مليون من السوق، حصلنا تقريبا 5 مليار دولار، وهذا يخفض بشكل يعني كبير 13-14%. هذا خفض طبعا تكلفة الإقراض. في نفس الوقت استطعنا الحصول على تقييم
من ستاندرد بورز تقريبا دبل بي بلس، مع وعد أن متى ما تمت الصكوك حيرفع التقييم إلى أعلى شوي، يمكن نتوقع أنه يكون 3 تربل بي بلس، وإن شاء الله نتوقع أنه يحصل في السنة لأن عندنا مراجعة في شهر 9، ونتوقع أن بسبب تحسن أداء الشركة والشركات التابعة وتحسن نسب السيولة فيها وتحسن الأوضاع المالية سواء في دولة الإمارات أو العالم ككل، أعتقد أنه سيرفع هذا برفع هذا الريتنج أو التقييم سندخل في مرحلة أخرى، هي مرحلة أن القروض هذه الموجودة حتقل تكلفتها، مع العلم أن هذه القروض مش هي قروض طويلة الأمد، هذه هي قروض حقيقة عبارة عن ما يسمى بالرأس المالي العامل، وخاصة للشركات الصناعية. الشركات الصناعية تستورد بضائع، تصنع، تبيع، تسترد وما إلى ذلك. فبالرغم من النسبة كمجموعة ما تتعدى 22% من رأس المال، ولكن هناك طبيعة الاقتراضات هذه اقتراضات قصيرة الأجل ما يسمى بالسحب على المكشوف وما إلى ذلك، وهذه تقريبا تنخفض وتيزي حسب النشاط في قطاع الشركات الصناعية. طيب سيد خالد، نحن تحدثنا عن مشاريعكم داخل الإمارات العربية المتحدة بوضع مالي قوي كما تحدثتم الآن، ما هي المشاريع لدبي للاستثمار خارج الإمارات العربية المتحدة؟ في كثير من الشرك من الدول وخاصة الدول الأفريقية، يعني يحضرني تقريبا 5 أو 6 دول ترغب في إنشاء منطقة مشابهة جدا لمنطقة مجمع دبي للاستثمار، وتم دعوتنا وتم تخصيص هذه أراضي حقيقة يعني كبيرة تتعدى 50 كيلومتر مربع بسواء كانت منحة أو عبارة عن الشركة تقوم بالحصول عليها لمدة 99 سنة وتطور البنية التحتية وتأجر أو تبيع هذه الأراضي بالاتفاق مع هذه الحكومة. بأي دول تحديدا خالد؟ شوفي يعني حقيقة الدول ممكن أذكر الدول، كنا في ليبيا وما زلنا بس الأوضاع ما تسمح، في تونس وما زلنا ما زالت الأوضاع ما تسمح، عندنا في أنغولا وعندنا في موزمبيق وعندنا في نيجيريا، كل هالدول فيها خطابات رسميه وفيها وفود جتنا، واحنا زرنا هذه الدول واعتمدنا المشاريع ولكن لم يتم الاعلان عنها لان الاوضاع بعد ما استقرت، فان شاء الله متى ما استقر. شكلت دبي للاستثمار طبعا واسست شركه سمتها دبي للاستثمار الدوليه، وهذه ان شاء الله حتقوم بالاستثمار في هذه المشاريع. نتوقع أن الاستثمارات تكون قليلة جدا بالنسبة للشركة، ولكن سيتم الاستثمار في من أخذ الاستثمارات أو التمويل من هذه البلدان المعنية. بوجود هذه المشاريع الخارجية سيد خالد، فروقات العملة إلى أي مدى كان في إلها تأثير على إيراداتكم من هذه الشركات والمشاريع الخارجية؟ وأنتم موجودين بشكل قوي في الخارج، لكن ماذا عن وجودكم في دول الخليج يعني خصوصا السعودية؟ هل في مشاريع مستقبلية؟ احنا طبعا دائما في السوق السعودي، احنا صار لنا من 1996 من اول ما بدات الشركه واحنا نشاطات اشتركنا في كثير من الشركات وتخرجنا منها، لان هذه سياسه الشركه الدخول في شركات تاسيسها مع مؤسسين وبعدين تخارج. عندنا مصنع في السعوديه يسمى السعودي الامريكي للزجاج، دائما نستثمره ودائما نزيد طاقه الانتاجيه، وهذا مصنع حقيقه يعني جدا ناجح ودائما يعني نسبه ومبيعاته في زياده مستمره. نتوقع ان نستثمر في، طبعا نحن مخذنا من 5 سنوات استثمرنا في ما يقل عن 50 مليون ريال سعودي، ونتوقع ان في تقريبا 10 مليار او 40 مليار ريال سعودي سيتم ضخها في الشركه هذه لتوسيعها، وتقوم الشركه في الوقت الحاضر بدراسه استحواذات بسيطه تساعدها في عمليه زيادة حصتها في السوق. وفروقات العملة أثرت على الإيرادات بالمشاريع الخارجية؟ لأن أتذكر تقريبا، والله إذا ذاكرت تسعفني، تقريبا في 40 مليون أو 50 مليون احتياطي عملناه في استثمارات في افتكر في الهند بسبب نزول العملة، ولكن اليوم تم استرجاع تقريبا 50% بسبب تحسن
العملة أو الروبية الهندية. نعم. طيب سيد خالد، طبعا أنتم تنوون أيضا زيادة ورفع نسبة تملك الأجانب إلى 35%، وطبعا نحن ننتظر أيضا المصادقة على هذا القرار. كيف تعتقد بأنه هذا سينعكس على أداء الشركة؟ أعتقد أنه عكس إيجابيا، وهذه يعني خطوة للأمام، لأن الكثير من المحللين الماليين يرى أن دخول الشركة أو يعني الأسواق المالية دخلت في اندكس الام سي اي، هذه يعني محتاج ان يكون الفلوت الغير يعني للاجانب، خلينا نقول اكثر بكثير ما كان موجود في الشركه. رفعنا النسبه من 20 إلى 35، ونامل ان نتصادق عليه الجمعيه العموميه في الاجتماع القادم ان شاء الله. واعتقد ان هذا يعني عمليه الصكوك فتحت عيننا لاشياء كثيره، لان صارت اليوم دبي الاستثمار من معروفه في دول الخليج وفي المنطقه، ولكن اليوم انت معروف في اوروبا وفي امريكا، لان الصكوك هذه اجت من امريكا، اجت الاموال من بريطانيا، اجت من اوروبا، اجت من شرق اسيا. 80% من المكتتبين في صكوك دبي للاستثمار كانوا يعني من خارج منطقه الشرق الاوسط والخليج، 20% فقط وهذا كان القصد. يعني احنا حقيقه يعني رفضنا كثير من الضغوطات من البنوك ان يتمولوا بنفس النسبه، قلنا القضيه اننا نرفع دبي للاستثمار ونعملها ما دام عند الريتنج وما دام عند الرغبه في ان تكون شركه يعني عالميه، فبالتالي خطوه الصكوك كانت. وانا ما استبعد ان يكون هناك اصدارات صكوك جديده لبعض المشاريع اللي نتوقع ان تصير. بنص دقيقه سريعه لازم اسالك هذا السؤال سيد خالد، يمكن الناس عم بيسالوا على اليو بي بي، هل استطاعت فعلا الشركه اليوم ان تمول مشاريعها؟ هل وصلت للقدره لتمويل مشاريعها ذاتيا؟ وهل سنتوقع دخول شركاء جدد كبار يمكن بدبي للاستثمار بالشركات التابعه؟ نتمنى ذلك. دبي طبعا الاتحاد العقاري حقيقة يعني استازت جميع مشاكلها. نعم. تم إعادة هيكلة الشركة، وتم إعادة هيكلة الإدارة، وتم تقليص النفقات، وتم دفع القروض على الشركة. اليوم الشركة عندها عليها كشركة يعني كعقارية، هي عندها شركات أخرى طبعا عليها ديون بس من جزء من عملها، ولكن الشركة عليها دين، خفضت الدين من 7 مليار في خلال 3 سنوات الى 460 360 عفوا، و 360 اتوقع ان بنهايه هذا تصير تقريبا 300 او شيء، تتمتع بمركز مالي قوي، ارباحها الحمد لله تشغيليه جميله جدا. اتوقع ان خفضنا نسبه المديونيه، خفضنا اعباء الدين، كانت الشركه تعاني من اعباء الدين ب 400 مليون اليوم اصبحنا في تقريبا اقل من تقريبا 70 مليون. نعم. نتوقع ان الشركه طبعا اطلقت 6 مشاريع في يعني في خلال 2013، وهذه قيد التشييد والبناء، نتوقع الانتهاء من بعض منها في نهايه السنه هذه ان شاء الله، والباقي نكمل. صارت صفقه مع الصكوك الوطنيه، باعت الشركه تقريبا مشروعين للصكوك الوطنيه بمبلغ يقدر فوق ال 300 مليون، ارباح الشركه حقيقه في الربع الاول ستفاجئ الجميع، وهذه ارباح تشغيليه وليس في اعاده تقييم، اعاده التقييم بيجي في ان شاء الله في منتصف السنه، ونتوقع ان الاتحاد العقاري يعني اجتازت جميع المراحل حقيقة، واعتقد ان استمرارية الشركة ودخولها القوي بمشاريع المستقبلية، الشركة تملك ما يسمى باللاند بانك فوق تقريبا 12 مليون قدم مربع، وهذا كله قيد التطوير ان شاء الله. دخول الشركاء باختصار نعم او لا؟ دخول الشركات شركاء جدد بدبي للاستثمار، احنا طبعا نرحب بالجميع. اوكي. ما هذا احنا موجودين، وفي هناك طبعا يمكن يصير شركاء استراتيجيين في بعض الشركات المملوكه لدبي للاستثمار. يعني فاتوقع ان شاء الله يعني يكون لنا ذكر على هالموضوع ان شاء الله في خلال الشهور القليله القادمه. سيد خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير التنفيذيين في دبي للاستثمار ورئيس مجلس اداره الاتحاد العقاري، شكرا جزيلا.